السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على البي سي اف، ودي حاجة من بيلدينج سمارت، المنظمة الشهيرة اللي هي بتحاول توحد بين البرامج والأكواد المستخدمة في مجال البيم. طيب، الفكرة كلها أنا دلوقتي عندي ملف وبعته لحد يراجعه، فبعت له الملف دوت وكان مساحته 200 ميجا، فهو حط بعض الكومنتات وبيبعت لي 200 ميجا، وأنا حمل الملف ده الكبير، طب وعايز اشوف الكومنتات ديت وعايز اعدلها على الملف بتاعي، فقصه طويله. ابتكروا حاجه حلوه قوي، ان هو الراجل اللي حط كومنتات، الكومنتات دي هتتحط في ملف لوحده اسمه بي سي اف، ويبعت الملف البي سي اف دوت اللي انا اقدر ان انا استدعيه واحطه عندي في الشغل بتاعي، فيبان لي اماكن المشاكل. شايف فكره سهله ولذيذه ازاي؟ طيب خلينا نبص على مثلا حاجه زي البيم كولاب، وده بيخليني اراجع المشروع واحط الكومنتات زي ما انا عايز. ممكن اقول له مثلا افتح لي المشروع دوت، فيبدا يجيب لي داشبورد. داشبورد بيقول لي الايشو فور ستاتس، الاوبن بير مايلستون، الاوبن بير اريا، وهكذا. الايشو ده بقى اللي فيه المشاكل، ان شاء الله ربنا ما يجيبش مشاكل. تقدر تقول له نيو ايشو، وتبدا تحط الكومنت اللي انت عايزه والتعليق، وممكن حتى تدخل في الموديل وتحط كومنت خاص على جزء معين في عمود مثلا في مشكلة، وهكذا. طيب ممكن تقول له انا عايز اشوف المشاكل بالشكل دوت، اهو بيبدأ يجيب لك بقى خريطة للمشاكل اللي اتحلت ما اتحلتش، وهكذا. انت بترفع صورة بحيث تبقى عارف فين مكان المشكلة. طيب ممكن اقول له انا عايز بقى ريبورت، تقرير، فبيقول لي التقرير ده ممكن تسافه بي دي اف، تمام، او ملف اكسل او بي سي اف. البي سي اف عباره عن ايه؟ زي ما قلنا ملف مش هيسيف الشغل خالص، هيسيف مجرد بس الكومنتات اللي انت عملتها، فالملف مساحته مش هتكمل 1 ميجا. فبيقول انت عايز تعمله الاصدار ده ولا الاصدار دوت ولا الاصدار دوت. طيب انا عايز الاصدار دوت، تمام، وتقول له كرييت ريبورت، فيحمل لي الملف دوت، فتروح للريفت وتفتح الملف دوت، فيعمل لي كلاود وينبهني الاماكن اللي فيها مشكله. شايف فكره سهله وبسيطه ومباشره خالص بي سي اف. كل اللي عليك ان انت هتروح للريفت، ممكن تستخدم اي اداه، انا برضو استخدمت البيم كولاب، وتقول له ان انا عايز مثلا امبورت بي سي اف فايل، تمام، وتقول له انا عايز الملف دوت، فهو يبدأ يستدعي المشاكل ويبدأ يعمل لي تبقى موجودة معاه في الملف ويعمل زوم عليها والحاجات دي كلها، وبالذات لما يكون المشروع دوت هو نفس المشروع المرفوع، ان انا مستخدم مشروع تاني، تمام. فدي فكرة البي سي اف، فكرة سهلة ولذيذة، ولما هتشتغل عليها هتسهل لك شغل كتير جدا، تمام. بدل ما تلاقي ملفين وانت تايه بينهم، لا، بتحدد الملف وتقدر تقرا الكومنتات ويعمل زوم على الجزء اللي فيه مشكلة، وهكذا.